وإذن خلونا نروح إذن على العمري ونشوف الأخت رانيا. الملعب. الملعب. خلونا نشوف الملعب. ملعب خطأ. هذا خطأ أول. وأستاذ علي. الحدائق. الحدائق. خلينا نشوف الحدائق. صح. صح. الحدائق. أستاذ علي. السهول. 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 السهول والوديان ما شاء الله هي هذه النحكي عنها. خلينا نشوف الأخت هنادي. شو تقولين؟ المزارع. المزارع. خلينا نشوف المزارع. هذا الخطأ الثاني. هو طبعا ربما موجود بس المزرعة بيها أشياء أخرى. احنا نقول العشب. 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 يا أهل العشب وديروا بالكم يا أهل العشب. فكروا أنت خاصة نوري. فكروا اتفقوا. إذا أكو خطأ ثالث راح أجيكم. يلا خلي نشوف رانيا. أستاذ يعني هي منطقة. نعم. البحر أو النهر. البحر أو النهر. مدخل عشب. يعني بالبحر لا 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 هي هي تقرر. البحر أو النهر. مو بهم عشبهم. البحر أو النهر. يعني البحر أشوف البحر أشوف عليه عشب. يا سلام. يعني البحر يتحول من أزرق إلى أخضر. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. إيه أرجع لك. وليش ما أرجع لك؟ ما دام أكو إجابات وعندك أرجع لك. إن شاء الله. أما إذا تتأخر وتقول لي أنا قلتها وهو طالع ما أقبل. خلينا نشوف باقي عندكم اربع احتمالات. احتمال واحد وتاخذوه مثل ما اخذوه من عندكم وخذوه من عندهم. يلا نور شو تقول؟ اقول الغابات. الغابات. مينا؟ الاسطبل. الاسطبل. انا اقول عش العصفور بيه اعشاب. يعني هو يلم اعشاب ويسوي عش. عش العصفور همينه يسوي اعشاب همينه عشب. الان شوقي. انا راح امشي ويا راي نوري اقول غابات. ويا راي نوري؟ نعم. يعني ما اخذ الدينة ولا مينا غير مره ما عافيه فقط ويا الرجل انت رجالي الهوى. خلينا نشوف الغابات. غابات. نعم. مبروك مبروك عليك نوري. 64 نقطة و 67 ما شاء الله متقاربين. واكو جولة ثالثة ورابعة وخامسة. وخلينا نشوف خلينا نشوف باقي الاحتمالات. ستة. ملاعب الجولف. المتنزهات يعني الزوراء. والبساتين. البساتين. إذن برار وغابات وبساتين وحدائق ومتنزهات. يا سلام.